بيمثل ايه لحضرتك؟ اه لا ده كان يوم بالنسبة لنا يوم اه طبعا لا يوم كانت طبعا لا يوم مهم جدا بالنسبة لي، لأن كان تحدي كبير جدا. ولما رحت عرضت الفكرة على فخامة رئيس الجمهورية في 2019 وسيادته وافق، قال لي أنا موافق وموافق أحضر أستقبل ملوك مصر العظماء. في نفس اللحظة يوم العرض، لا يعني مش بعد ما لا مثلا مش دراسة مش در... لا لا آه. لا واحنا قاعدين آه. حضرتك، أنا عرضت الصور آه. وطلبت الطلب ده وسيادته واحنا قاعدين، كان دولة الرئيس دكتور مصطفى قاعد معانا، قال له بس تخلصوا تطوير القاهرة ميدان التحرير وبحيرة عين الصيرة ومنطقة مجرى العيون، عايز نوري بلدنا قد ايه هي جميلة، مش بس ان احنا بس بنعمل حدث نوري ان احنا بنهتم بحضارتنا، لا ان بلدنا كمان جميلة. والحمد لله يهيأ لي الرسالة وصلت، نعم، واحنا في وزارة السياحة والآثار احنا كنا اصغر حلقة في المنظومة دي، يعني الدولة كلها الدولة كلها شغالة. دولة رئيس الوزراء كان بينزل بنفسه بالليل الساعة نعم 12 بالليل واحدة الصبح ويلف ويكلمني ومش عارف ايه مش منور وايه ما ما اتعملش كنتش لسه. بتنام، وآخر فترة ما كنتش لا بتنام. خالص لا لا حضرتك، عملنا مداخلة نعم واتنين صحيح صحيح. متأخر مع بعض، انا كنت بضطر اروح بدري عشان استأنف شغل الوزارة العادي تاني يوم الصبح، كان زملائي كانوا بيقعدوا كانوا بيباتوا في المتحف. ما قدرنا كانش نطلع، الفشل وارد ابدا بصراحه، ولا هو يعني كان يعني بالنسبة لي حاجة واحدة فشل، حضرتك عارفها طبعا، يعني انا دلوقتي يعني انا والعربيات ماشية انا قاعد ابص على عجل العربية، لو عجلة راحت حد رمى حاجة طبعا بالنسبة لي انا، هو بالنسبة لي ما كانش ليه لا معنيين. يعني حط كده نقدر نقول حطيت ايدي على قلبي، ولا كان عندنا ثقه بس ان الله اداره لا يضيع اجر من من احسن احسن عمله. عملها.